أهلا بكم. ألم يكن خطاب رئيس الحكومة في العراق محمد الشيع السوداني متناقضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في استعراضه لما سماها إنجازات حكومته؟ هل يحاول رئيس الحكومة في العراق كسب دعم دولي لاستمرار حكومته الغارقة بالفساد وسيطرة الميليشيات عليها؟ لماذا لم يتطرق السوداني إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بجدية؟ لماذا لم يكشف عن سوء الخدمات؟ لماذا لم يكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان؟ قتل، اعتقال، تغييب قسري؟ لماذا لم يتطرق إلى الفساد المستشري برعاية الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران؟ لماذا لم يتطرق إلى الميليشيات التي تدير وتشرف على عمليات الفساد ومنها سرقة القرن؟ وفقا لمجلة الإيكونومست، أليس السوداني مرشح الميليشيات هو من يرعى ويحمي منظومة الفساد في العراق؟ يتساءل العراقيون. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام إنجازات حكومة السوداني التي تحدث عنها أمام المجتمع الدولي، وما هي حقيقتها وكيف ينظر المواطن العراقي إليها؟ سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبر سكايب. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام وبضيوفك الأعزاء. أهلا بك أستاذ عبد القادر. أرحب أيضا بالأستاذ أحمد الجميلي، الصحفي العراقي، ضيفي عبر الهاتف. أستاذ أحمد، مرحبا بك. يا مرحبا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. وتحقيق نهضة واسعة في الخدمات. في خطابه المتناقض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرض رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني إنجازات وهمية ومزعومة لكسب دعم دولي لاستمرار حكومته الغارقة بالفساد وسيطرة الميليشيات عليها. كلمة السوداني تحولت إلى سرد عما سماها بإنجازات حكومته المتعلقة بالشفافية والحوكمة الرشيدة والقضاء على الفساد وصون سيادة البلاد، فيما تناسى السوداني أن العراق يتصدر مراتب متقدمة في مؤشر الفساد الدولي. كما تطرق السوداني إلى ما وصفه بإرادة الاتفاق والتفاهم التي تمخض عنها ولادة حكومة تضم كل الأطياف والمكونات، في حين يعلم الجميع ما تمارسه حكومة السوداني وما سبقها من الحكومات المتعاقبة من استمرار سياسة الإقصاء والتهميش وفق محاصصة طائفية. رئيس الحكومة الحالي لم يتطرق إلى الميليشيات التي أدارت وأشرفت على عمليات الفساد ومنها سرقة القرن وفقا لمجلة الإيكونومست، إلا أنه ناشد دول العالم إلى مد يد العون من أجل استرداد الأموال المنهوبة التي تورط بتهريبها مسؤولون حكوميون، مع أنه هو الذي يرعى ويحمي منظومة الفساد في البلاد. أما عودة النازحين التي وصفتها منظمة Human Rights Watch بالقسرية والتي عرضتهم للخطر بعد تركهم في العراء، قال عنها السوداني ودون حياء إن حكومته وفرت ضمانات عودة طوعية لمئات آلاف المهجرين من مناطقهم. وهكذا استرسل السوداني بوصف العراق وكأنه جنة الأرض في ظل حكومته، متجاهلا ما وصلت إليه البلاد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الخدمات وانتهاكات حقوق الإنسان من القتل والاعتقال والتغييب القسري، فضلا عن الفساد المستشري برعاية الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل، كيف تابعت خطاب محمد الشيع السوداني رئيس الحكومة في العراق في نيويورك أمام المجتمع الدولي؟ هل تراه فعلا ارتقى هذا الخطاب إلى مستوى التحدي؟ هل سلط الضوء على المشاكل المتفاقمة في العراق؟ كثير من النواب من داخل المنظومة السياسية وصفوا هذا الخطاب بأنه لم يرتقي إلى المستوى
المطلوب، فأنتم كيف تابعتموه؟ من المعلوم تماما متابعات هكذا خطابات دولية لها أمور فنية واستراتيجية لتمثيل بلد كالعراق، ورأينا كيف مثل بقية الدول أو ممثلي الدول رؤساء أو مندوبين عنهم كيف مثلوا العراق. لكن دعني أضع ملاحظات مهمة في هذا الخطاب كقراءة سياسية ليست انتقادية، بل هي قراءة موضوعية ليس لها علاقة إلا بتصويبات مهمة. أولا، الزيارة هي لرئيس الجمهورية الحالي وليس للسوداني، لأنه هكذا موجود ضمن لوائح الدستور الذي يتحاكمون إليه، أن زيارات العراق الخارجية كالأمم المتحدة وإلقاء الخطابات فيها هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. لكن يبدو أن الإطار التنسيقي ومدير الحكومة فيها السوداني أرادوا تسويق السوداني بعد العزلة الدولية التي عاشها طوال عاما كاملا من حكومة الإطار التنسيقي، وبالتالي أرادوا أن يكسرون أو يقولون لجماهيرهم أو يعطون رأي أن السوداني يمثل العراق دوليا. فلذلك جرى عملية يعني انتزاع صلاحية رئيس الجمهورية وأخذ مكانه عنوة والذهاب إلى الأمم المتحدة ليلقي خطابا فيها. لذلك حقيقة هذا يؤكد على دلالة أخرى من حيث المبدأ، أنهم لا يعتبرون شركائهم في العملية السياسية ذا وزن، بدليل أنهم أخذوا مكان رئيس الجمهورية الذي هو لابد أن يكون هو من يلقي خطاب العراق في هكذا مناسبات. ثانيا، رأينا سوء التنظيم في اختيار كلمة العراق. العراق له حجم كبير كما معلوم، وهو أحد المؤسسين للأمم المتحدة. أن يأتي رئيس وزراء يلقي في اليوم الثاني والقاعة فارغة ورؤساء الدول وجميع هؤلاء غادروا القاعة، يؤكد تماما على أنه وضع نفسه بأن هذا الخطاب بدءا لا قيمة له، وبدءا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم حقيقة وضعوا اسم العراق بسبب هؤلاء، وإلا فإن اسم العراق كبيرا وضعوه صغيرا. عندما تتقدم دول نائية ودول صغيرة تتقدم وتكون في اليوم الأول من خطاباتها ويحضر لها رؤساء الدول والملوك ويسمعون للتصريحات أو للرسائل التي يحملونها. ثالثا، خطاب السوداني هو خطاب للاستهلاك المحلي، لم يكن خطابا دوليا. معلوم تماما أنه في لغة الدبلوماسية السياسية، ومرة ثانية أقول هنا أنا أضع الأمور سياسيا قبل أن أأتي إلى تفاصيل أخرى، خطابات دبلوماسية بهكذا حجم ينبغي أن تعبر عن رسائل دولية، رسائل تبين مكانة العراق. أولا، ما فعله العراق في الأزمات، وما هي تطلعات العالم من خلال العراق، وبالتالي يعكس صورة حقيقية أن العراق يريد سيادة بموضوعات مهمة. يعني لو تابعنا خطاب مندوبة الإمارات لوجدناها أنها أعطت رسائل مهمة أنها لن تتنازل عن الجزر الثلاثة الإماراتية، وهي أعطت رسالة دولية، وأن إيران تحتلها وهي ملكية إماراتية. إذن الخطابات، لرأينا خطاب ملك الأردن، السعودية، في غير ودول أوروبية، لكن دعنا نتكلم عن دولنا العربية، لوجدنا أن هذه المحافل تعطي رسائل دولية وتعطي شفرات بالتهديدات التي تحيق بها، وتعطي حلولا ثم تعطي بعض التهديدات على أن الأمور إذا تطور سيكون لهذه الدولة مواقف أخرى. لم يجرؤ السوداني على تقديم أي رسالة دبلوماسية من خلال خطابه. أنا تابعته مرتين وحللته تحليلا من أول كلمة إلى نهاية آخر كلمة، وجدته خطابا بائسا للتصدير كما هو موجود في بغداد، ويعطي رسائل للشعب ويكذب على العراقي. أستاذ عبد القادر، أن حكومته لماذا تصطبغ دائما أحاديث أو خطابات المنظومة السياسية بعد العام 2003 بصبغة أنه نحن قد لبينا ما طلبتموه منا وحققنا الطلب الذي يهدف إلى نمو عراق جديد بدل العراق الأول الذي كان قبل الاحتلال؟ لماذا دائما
هكذا يرسلون بهذه الرسائل إلى العالم. يعني لذلك ترى أن حجم العراق مثل ما تفضلتم هو العراق كبير، ولكن يظهرونه بحجم صغير. لماذا دائما خطابات النظام السياسي بالعراق بعد العام 2003 كلها متشابهة على هذا النحو؟ أولا لأن هؤلاء ليسوا على مستوى عالم من السياسة، فمعلوم تماما أن الصغير عندما يؤتى به سيبقى صغيرا، لأنه سيبقى عاملا لدى من أتى به. ولذلك هؤلاء الأطراف السياسية تراهم حقيقة يبرزون عضلاتهم من خلال مواكبهم أو من خلال حملاتهم الانتخابية أو من خلال ازدراءهم للمواطنين، لأن المواطنين تحت رهنهم من خلال خوفهم من الاعتقالات وغيرها. أما هؤلاء خارجيا لأنهم مصنوعين خارجيا، فبالتالي سيبقى حجمهم صغيرا. هذا هو الأساس في أن خطابهم يضفي عليه أننا فعلنا وأننا نفعل، لأن يعلمون تماما أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي العالم ينظر على أنهم صغارا لأنهم أدوات لقوة أخرى وليسوا هم مستقلين بذاتهم وبأنفسهم. وبالتالي الدول لديها أجهزة مخابرات ولديها أجهزة كثير من مجساتها تقيم أوزان هؤلاء وتعلم ربما أكثر من أنفسهم هؤلاء ماذا يفعلون ويصنعون لأنهم مخترقين. لكن دعني أنبه على قضية مهمة تماما في خطاب حتى لا تفوتني من الملاحظات في خطاب السوداني. السوداني سوق على أن حكومته ذات طابع مذهبي واضح تماما، من خلال أنه كثيرا ما جاء بكلمة أن حكومتنا مرضية من قبل السيد السيستاني في مرجعية النجف، وأنه امتثالا لها وأنه وراعي العملية السياسية، ركز على كثير من هذه المفاهيم، أراد تسويق هذا الاسم إلى الخارج. هو أعطى رسالة واضحة على أن في العراق المشهد مختزل بشخصية السيد علي السيستاني. يعني وهذه حقيقة بعد 2003 دائما الخطابات تصطبغ بهذه الصبغة، وهذه حقيقة يعني واضحة تماما على أنهم يختزلون العراق بهذا الإطار. هو هذا إضعاف كثيرا عندما يتم غبن أن في العراق متعدد المكونات وفي مكونات كبرى، هاي واحدة. ثانيا الأهم من هذه القضية، لأن أنا اليوم أتكلم عن خطاب دولي، المحلي ممكن نحلله لماذا يقول، لكن عندما يكون في هذا الخطاب هو يعني تناسى السوداني أو ربما أراد أن يقفز أن السيد علي السيستاني كمرجعية النجف قال بول بريمر تعاملنا معه منذ بداية الاحتلال وبيننا وبينه رسائل. فلذلك هؤلاء، أي أقصد الذين يشرفون على العراق من الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعقد فيها مجلس الأمم المتحدة دوراته للدول المشاركة في الأمم المتحدة، هؤلاء أكثر خبرة من السوداني. السوداني ربما إلى هذه اللحظة لم يلتقي بالسيستاني، بينما بول بريمر الحاكم المدني للمحتل العراق تعامل وقال بيننا رسائل مكتوبة وبيننا تفاهمات، و قال في مذكراته وعلنا اعترف أنه يعني أخذ منه ضمانات. فلذلك الأطراف الدولية لا يحتاج أن يسوق السوداني للسيد علي السيستاني مطلقا، لأنه هؤلاء تعاملوا معه بشكل مباشر، وأقصد هنا الاحتلال الأمريكي والبريطاني تعامل معه بشكل مباشر، لذلك هم يعرفونه. فعندما يأتي إلى هذا التسويق يدلل على أن حقيقة أنه فارغ، ليس في جعبته شيء يريد من خلال خطابا سياسيا أو دبلوماسيا يعطيه في هكذا محفل دولي، ويؤكد على بؤس مستشاري السوداني الذين لم يعدوا له كلمة أو خطابات مهمة بهذا الإطار. نعم سعد القادر، ابقى معي لو سمحت. سعود إليك، أرحب بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. السيد أحمد سيعود إلينا مرة أخرى، مع الأسف انقطع الاتصال، سنعود إليه مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل، أيضا في موضوع أنه العراق حجمه كبير، عراق الحضارات، عراق غني بثرواته النفطية، غني بثرواته البشرية، العراق عملاق. يعني كيف تطالب بدعم دولي، كيف تستجدي دعما دوليا كما يصف مراقبون يصفون يقولون هذا استجداء للدعم الدولي؟ يعني لماذا تستجدي الدعم الدولي في حين أنت قادر أن تدعم نفسك، قادر أن تنهض بنفسك بموارد العراق البشرية،
بتنهض بالموارد العراق النفطية، لماذا دائما تظهرون العراق وكأنه محتاج؟ هل هو صومال؟ العراق ليس بصومال، العراق مع احترامي وتقديري للصومال وشعب الصومال، ولكن أنا معايير القياس بالثروات النفطية بالثروات البشرية، العراق بلد غني، يظهرونه دائما بأنه يعني محتاج، بأنه يطلب الدعم الدولي. يا ترى ما هو الدعم الدولي المطلوب؟ الدعم الدولي المطلوب هو أن يفتح الحصار دوليا على حكومة الإطار التنسيقي وميليشياتها بإدارة السودان، هذا هو المقصود. هم يستجدون، ولذلك أنا قلت لك منذ اللحظة الأولى هم استجدوا بأن يخرج السوداني بدل رئيس الجمهورية لإلقاء خطاب الأمم المتحدة. هم يستجدون إلى هذه اللحظة أن يلتقي بايدن بالسوداني، لذلك هم يظنون أنه هكذا القضية عندما يتم الرضا عنهم بهكذا مفاعل دولية من قبل الفاعل الرئيسي في العراق، يظنون أنهم سيتمسكون بالحكم. إذن هم يراوغون ويريدون استمراريتهم في الحكم ولا يريدون إجراء انتخابات مبكرة، لأن هناك معلومات دقيقة وصلتنا من مصادر مهمة في البنك المركزي العراقي قالت لنا بالحرف الواحد أن التهديدات التي أطلقتها معاونة وزارة الخزانة الأمريكية في زيارتي إلى بغداد كانت صريحة وواضحة، هناك توبيخا للسوداني كبيرا. ولذلك أيضا كانت اللهجة قوية عندما التقى أحد الفاعلين الرئيسيين في وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك، هناك كلاما على أن يكون البنك المركزي العراقي تحت الوصاية الأمريكية في قادم الأيام، تحت وصاية صندوق النقد الدولي، لأنه إلى هذه اللحظة، وهنا أدعو جميع الإعلاميين ومنها قناتكم أن تسلط الضوء، لماذا إلى هذه اللحظة لم تطلق الموازنة المالية؟ هذا سؤال يطرح نفسه، ألم توقع الموازنة بكل علاتها ومساوئها؟ ألم تنشر في الصحف وفي صحيفة الوقائع العراقية؟ لماذا إلى هذه اللحظة لم تطلق؟ لأن هناك تهديدات أمريكية على بعض بنودها، ولذلك لن يجرؤوا على إغلاقها. اليوم هناك شحة كبيرة في الدولار، ولذلك صدر البنك المركزي أستاذ أبو القادر اسمح لي فقط سأعود لك مرة أخرى، أعتذر منك، فقط أرحب بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد، يعني العراق والخطابات التي لم ترتقي إلى مستوى حجم العراق وفخامة العراق في المحافل الدولية، يا ترى دائما العراق بعد عام 2003 يصفه السياسيون من داخل منظومة العملية السياسية بأنه عراق تحت نير الفساد، الفساد موجود، السياسيون على شاشات الفضائيات يتباهون ويقولون نحن تقاسمنا الكعكة، نحن الذين نسرق، نحن الذين تقاسمنا، الكل يسرق أمام شاشات التلفاز، الأمر أصبح يعني بالظاهر. هذا الأمر عندما يذهب من يمثل من المفترض أنه يمثل العراق وهو محمد الشيعة السوداني بخطابه يستجدي الدعم الدولي، هل فشل في استجداء هذا الدعم الدولي؟ نعم أخي، يعني هو بالتأكيد محمد الشيعة السوداني بصفته رئيس الحكومة الحالية يعني حاول أن يسوق لحكومته أمام محفل دولي مهم وكبير مثل الاجتماع السنوي الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة. محمد الشيعة السوداني يعني عندما تحدث عن الأبعاد المحلية والإنجازات المحلية لحكومته بالتأكيد يعني كان يكذب ويكذب بشكل كبير، وأنا على يقين أن كل الجالسين كانوا على يقين من أن الرجل الذي يتحدث أمامهم يكذب، لأن العراق ما زال يحتل المراكز المتأخرة في التصنيف العالمي لأكثر الدول فسادا وأكثر الدول التي لا تتمتع بالشفافية. على سبيل المثال يعني مؤشر الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية العالمية وضع العراق بالمرتبة 157
من بين 180 دولة، وبالتأكيد يعني 157 يعني هذا مركز متأخر جدا وعار على العراق وعار على رئيس الحكومة الحالية أن يتحدث عن استثمارات أجنبية ودعوة للشركات العالمية للدخول للعراق، وهذه الشركات تعلم بما تمتلك من مصادر وبما هو واضح للقاصي والداني من أن العراق ما الذي يجعله أستاذ أحمد، أستاذ أحمد ما الذي وصفته بأنه يكذب، ما الذي يجعله يكذب؟ هو فعلا هناك لقاء له على أحد القنوات العالمية تحدث عن أن الاستثمار في العراق والشركات لا تأتي إلى العراق وليس هناك جذب لهذه الشركات التي تستثمر الأجنبية بسبب وجود الميليشيات وبسبب وجود الفساد وبسبب وجود مخاطر الاغتيال وإلى آخره. ترى لماذا أمام المجتمع الدولي في نيويورك قد غير هذه الأشياء وتحول إلى أنه من الممكن أن تأتي الشركات ويكون هناك جذب للاستثمار؟ ما الذي يجعله يتحدث بهذه بزاوية 180 درجة؟ نعم. بهذا الانقلاب الواضح؟ نعم نعم، يعني طابع المجاملة وطابع التسويق السياسي الرخيص كان يعني مسيطر على كلمة السوداني. هو يعني مجبر أن يخرج ويحضر هذا الاجتماع السنوي بصفته رئيس الحكومة العراقية ليتحدث عن الأبعاد المحلية والأبعاد الدولية وكذلك القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك. فعندما تحدث عن مسألة أن العراق اليوم يعيش في ظل أمن واستقرار وأن مرحلة الاستثمارات مرحلة الإعمار قد بدأت، هو مجبر لأنه مطالب بصفته عضو الإطار التنسيقي الذي يحاول اليوم أن يعني يظهر للعالم والعراقيين من أن الحكومة الحالية هي الحكومة وهي الدولة التي حلم بها أفلاطون. لذلك هو حاول أن يسوق لحكومته ويوهم المجتمع الدولي من أن العراق صالح للاستثمار وبأن العراق بيئة خصبة للاستثمار وبيئة نافعة للشركات إذا ما أرادت الاستثمار، وقد نسي أو تناسى من أن هنالك شركات أجنبية وشركات مثل شركات التنقيب عن النفط وكذلك شركات الإعمار التي كانت تعمل في العراق قد تم مطاردتها وتم مهاجمة مقرات هذه الشركات ومطالبتهم بدفع إتاوات وأموال ضخمة لميليشيات متنفذة. على سبيل المثال ما حصل مع الشركة التركية في التي كانت تعمل في إنشاء ملعب الحبيبية، عندما قامت ميليشيا معروفة بمهاجمة ملعب الحبيبية واختطاف أكثر من 15 عامل ومهندس تركي، وبعد ذلك طالبوا بدفع فدية كبيرة من قبل هذه الميليشيات ضد تركيا وضد هذه الشركة. لذلك يعني هذه الشركات كما قلت تعلم أن العراق ما زال خطرا وأن هنالك سلاح منفلت وأن هنالك فساد متغول على كل دوائر الدولة وأن الحكومة الحالية عاجزة عن مكافحة هذا الفساد، بل أنها تجامل هذا الفساد كما حصل مع قضية الفاسد نور زهير ومن يقف خلفه من ميليشيات وأحزاب متنفذة، أو كما يحدث اليوم بمشكلة الدولار، كيف أن الحكومة عاجزة عن حل هذه المشكلة والمصارف دائماً ما العراقية دائماً. أستاذ أحمد، هناك وصف دائما يعني على لسان المحللين على لسان يعني الخبراء دائما يقولون أن الحكومة عاجزة، يعني هل الحكومة فعلا عاجزة أم أنها هي التي يعني مستفيدة مما يجري؟ يعني حتى العراقيون الآن يتحدثون عن أن يجب أن ننتخب فلان الفلاني، ولكن فلان الفلاني هو يسعى لأن يحصل على منصب لكي يسرق وهم يعلمون أنه يسرق. يعني هذه حكومة سراق من ساسها إلى رأسها. بالضبط. ولكن هنا بالضبط. هنا يقول في أستاذ أحمد فقط اسمح لي، يقول في خطابه
أن حكومته نجحت في إعادة الثقة بالنظام السياسي. يعني هو يقصد أننا نحن كحكومة عراق على لسانه، نحن لازلنا عند حسن ظنكم أيها المجتمع الدولي، أم يقصد أنه نجح في يعني إعادة الثقة، ثقة العراقيين، الشعب العراقي بالنظام السياسي؟ ماذا فعل السوداني مثلا للعراقيين؟ قام بتعيين عدد معين، وبالتالي يعني ليس هناك إنتاجية، والكل يعلم العراق ليس بلد منتج، العراق كله مولات وكله مطاعم، بلد الكساد الاقتصادي. ما الذي حققه لكي يثبت للعالم أنه حقق شيء ورفع دخل المواطن مثلا؟ ماذا يقصد بالثقة، إعادة الثقة؟ الثقة بمن يعني؟ يعني بالتأكيد يعني لا توجد ثقة من قبل المواطن العراقي تجاه الحكومة الحالية. الكل يعلم أن الحكومة الحالية عندما جاءت بعد ما حصل من اقتحام المنطقة الخضراء وانسحاب التيار الصدري وتفرد الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران ومن معهم من الكتل السياسية السنية والكردية وشكلوا هذه الحكومة، الكل كان يعلم أن الحكومة المقبلة سوف تحاول شراء الشارع ومحاولة رشوة الأصوات التي كانت تطالب بالإصلاح من خلال ضخ كميات كبيرة من درجات التعيين ومن خلال منح رواتب الرعاية الاجتماعية وأيضا من خلال منح ما يسمى بالقروض لدعم المشاريع الصغيرة، وكذلك يعني من خلال التلويح ببناء مجمعات سكنية من أجل إيواء المشردين من المواطنين، وكذلك توزيع الأراضي على الموظفين. لحد الآن كل هذه الوعود هي هواء في شبك، لم يتحقق منها أي شيء. ليس لأنني يعني من المعارضين لهذه الحكومة والحكومات السابقة، ولكن هذه هي الحقيقة. طيب أستاذ أحمد اليوم ابقى معي. الوضع الاقتصادي نعم ابقى معي لو سمحت أستاذ أحمد، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني السوداني عندما يطلب دعما دوليا من المجتمع الدولي، من المفترض أن المجتمع الدولي يقوم بتلبية طلبه. لماذا؟ على سبيل المثال الميليشيات مثلا هي قامت بشرعية المجتمع الدولي، يعني الأمريكان عندما احتلوا العراق قاموا بتشكيل هذه الميليشيات أو حموها أو غطوها، وبالتالي قاموا بحمايتها، والآن وصلت الآن إلى مرحلة تهريب الدولار بشكل علني، نشر المخدرات في المجتمع بشكل علني، الاستحواذ على العراق وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى لبنان بشكل علني. يعني لماذا لا نقول إن المجتمع الدولي من حقه أن يقدم الدعم الدولي لحكومة السوداني على اعتبار أن السوداني مرشح هذه الميليشيات؟ أولا دعني فقط أضيف لما أثاره ضيفك الكريم حول دعوة الشركات الاستثمارية. العراق مقفل بالكامل على شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذه الشركة دخلت العراق بعد أن طردت في أوقات سابقة وقلصت تواجدها، وبالتالي الآن حتى مشاريع الوزارات لا تعطى إلا لمقاولين يرتبطون بشركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني. فالآن هي تنتظر إقرار الموازنة حتى تبدأ بعفوة، فذلك لن يسمح الإيرانيون لأي شركة استثمار. ثانيا العراق مكانته، عودا على سؤالك الذي جرنا إلى الاقتصاد، العراق مكانته عالية وكبيرة، والدليل أن الاتفاق الخليجي مع الهند على إيجاد طريق وممر دولي يربط العالم، ردت تركيا بأن الطريق الأفضل والأكبر هو مع العراق والذي يرتبط بتركيا ودول العالم. إذن العراق محوري أساسي في عمليات. دولة ثانية كتركيا تصف العراق بأنه محوري وأنه يمتلك الطريق الذي يربط العالم. مفترض أليس من المفترض بينما رئيس حكومته يتكلم على أنه حقيقة استطاع أن يرفع رفايات. كيف بمن يملك سعد القادر، كيف بمن يملك أوراق ضغط عظيمة وضخمة وكبيرة مثل هذه على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الاقتصادي الثقيل ويذهب ليطلب دعم دولي؟ هؤلاء لأنهم صغار ولأنهم
ليسوا على مستوى العراق ولأنهم صنيعة دول محتلة، فلذلك لا قيمة لهم. بهذا الإطار هم يعني الصغير لا يبحث إلا عن الصغائر، فلذلك حقيقة هؤلاء يعيشون في الحفر لا يستطيعون التسلق قمام الجبال. فبذلك لأنه العراق يحتاج إلى حكومة وطنية، يحتاج إلى أبنائه من الكفاءات الذي يقودونه ليضعوا على السكة. هؤلاء جاءوا لأجل ماذا؟ جاءوا لتدمير العراق. يعني هؤلاء مدمرون والمدمرون لا يعمرون، وبالتالي عملية تدمير العراق أخذوها وكان السبب بقائهم. فلذلك عندما يطلب دعما دوليا هو يطلب لبقائه في السلطة، لأن هناك تهديدات. أنا لم أكمل لك تهديدات الخزانة الأمريكية. الخزانة الأمريكية ليست فقط تهديداتها أو الولايات المتحدة الأمريكية كوزارة خارجية تهديداتها فقط على المستوى الدولار. إن لم يضبط الدولار لن تكون هناك موازنة مالية، كما تعلم أن الأموال العراقية لا زالت تحت وصاية الرئيس الأمريكي، وهذا هو الاحتلال الاقتصادي بعين ذاته. حتى الميزانية الأمريكية لازم بنودها يوافق عليه الرئيس الأمريكي، الموازنة الداخلية أقصد هنا. ولذلك إلى هذه اللحظة لم تطلق الموازنة الحالية، وأتحدى أن يطلق الموازنة المالية العراقية للوزارات دون أن تكون هناك موافقة أمريكية، وتعطيلها إلى هذه اللحظة بسبب الفيتو الأمريكي على بعض بنود الموازنة الأمريكية. وهم الآن يرتبكون ويريدون يعني الطلب من بايدن، حتى عملية الإشارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي حول إمكانية زيارة السوداني إلى البيت الأبيض كانت بوساطة دولة خليجية معروفة. لذلك حقيقة هم ليسوا لا يمكن أن يكونون كبارا، بالعكس يستجدون من الجميع من أجل بقائهم في السلطة، فلذلك لا يذهبون باتجاه أن العراق لديه إمكانيات هائلة. يعني أضرب لك مثلا على أن هؤلاء صغارا، شركة مسدس طارق وعتاده العراقية المعروفة وهي رائدة على مستوى الشرق الأوسط وتنتج المسدس بعياريه وعتاده، هل تعلم أن هذه الشركة جرى بيعها استثماريا لأحد السياسيين الفاسدين، وماذا حولها؟ حولها إلى معمل طرشي. فهل هؤلاء يمكن أن يكون لديهم أوراق يتكلمون بها باسم العراق؟ هؤلاء بقائهم هو تدمير العراق، تجزئة العراق، انقسامات شعبية في العراق، فتنة، دعم عمليات الاغتيالات، تهجير الناس، تهجير الكفاءة العراقية. هذه وظيفتهم خدمة للكيان الصهيوني، خدمة للمشروع الأمريكي، خدمة للاستيطان الأمريكي. إذا نحن أمام يعني خلطة إقليمية دولية تستهدف العراق، والمنفذون هؤلاء على رؤوس العراقيين، والدليل فسادهم، سرقاتهم. هي لا يمكن لأحد، يعني أنت الآن مدير برنامج معروف في قناة الرافدين، هل يمكن أو يعقل أنك لا تريد إنجاز حلقات قيمة يشاهدها الشعب العراقي وتؤسس لمرحلة الوعي؟ الجواب بالتأكيد أنت حريص على هذا الشيء. إذن هؤلاء لماذا لم يكونوا حريصين على اسمهم بأنهم سيقدمون شيئا للعراق يذكره أحد في عمليات بنائهم؟ حتى عمليات البناء هي فاسدة ومغشوشة. لذلك حقيقة هؤلاء وظيفتهم والدعم الذي الدول الذي يطلبونه هو لبقائهم، ووظيفتهم الأساسية هو تدمير العراق، ولذلك يستمرون بهذه القضية. وكأن الحال يقول بأنه كلما جاء أحد إلى منصب ما في هذا النظام السياسي وكأنه يقول فلنسرق ولننهب وننقذ ما يمكن إنقاذه من سفينة العراق التي تغرق. هذا ربما هو أقرب. هذه فتوى موجودة لديهم يا سيدي، ألم يفت الحائري؟ أنا تكلمت في قنواتهم وفي قنوات دولية والفتوى موجودة. الحائري الذي يمثل يعني شريحة وعالما مهما ومرجعية لهم، ألم يفتي في التسعينيات بجواز تسميم رجل الأمن وسرقة سيارتي؟ ألم يفتي بجواز سرقة وزارات الحكومية، المحولات والكهربائيات والسيارات وإلى آخره؟ وإلى هذه اللحظة الفتوى سارية، لأنهم يظنون أن تدمير الدولة سيعجل من خروج المهدي المنتظر. هذه حقيقة يعني ليست يعني تهما جزافا. ولذلك اليوم الانقلاب الشبابي في جنوب العراق كبيرا، لأنه وعى أن هؤلاء حقيقة
يعني يدمرون العراق وبالتالي لا يسمحوا لأنفسهم بأن يكونون جزء من أداة هذه التدمير. لذلك الانقلاب كبير تماما على هؤلاء. لذلك هؤلاء في عقليتهم المريضة هو تدمير الدولة العراقية. طيب استاذ عبد القادر القواعي لو سمحت، استاذ احمد الجميلي بالعودة اليكم، السوداني تحدث عن تحقيق توازن دولي او اقليمي، توازن دولي اقليمي او توازن في العلاقات الخارجية مع دول الجوار وتحقيق الاستقرار، يا ترى هل هذا الامر هو اقرب الى الصحيح استاذ احمد؟ يعني هل العراق فعلا او النظام السياسي في العراق ان صح التعبير وهو الافضل يعني بالوصف، هل حقق فعلا حققت حكومة السوداني هذا الامر التوازن في العلاقات الخارجية؟ هل هذا الامر ممكن مع حكومة يصفها الكثير من المراقبين وتصفها الكثير حتى من التقارير الدولية انها حكومة تأتمر بامر ايران او مدعومة من ايران، والدليل على ذلك المعارضة الكردية في شمال العراق في ساعة واحدة طلبت ايران منها ان تغادر فغادرت، تمام، في حين ان البيكيكا لطالما طالبت الحكومة التركية بأن تجد حكومة السوداني حل لهذا الأمر ولكنها لم تحرك ساكنا. يعني هل ترى أنها فعلا حققت التوازن في العلاقات الخارجية؟ يعني بالتأكيد لا يوجد أي توازن في علاقات العراق الحالية مع دول الجوار وكذلك الدول البعيدة عن العراق. الكل المجتمع الدولي يعلم أن العراق يرزح تحت نفوذ إيران سياسي وعسكري، وأن العراق حتى في المحافل الدولية منحاز إلى المواقف الإيرانية وكذلك منحاز إلى النفوذ الإيراني أينما وجد في سوريا وكذلك في اليمن، والشواهد على ذلك كثيرة. اليوم العراق آخر من يتحدث عن المصداقية وعن العلاقات الدولية، لأن العراق اليوم أصبح مكاناً لتدريب وإرسال الجماعات المسلحة والسلاح لكل من سوريا وكذلك اليمن. اليوم العراق هو الملاذ الآمن لشخصيات إرهابية كبيرة مطاردة في بلداننا بسبب إثارة النعرات الطائفية وإثارة المشاكل الأمنية في بلدانها، مثل بعض قيادات الحوثيين الذين يعيشون اليوم في بغداد معززين مكرمين وتحت حماية الدولة، وكذلك بعض المعارضين البحرينيين، وأيضا يعني معارضين لبعض دول الخليج يعيشون في بغداد. هذا من جانب. من جانب آخر العراق آخر من يتحدث عن العلاقات الدولية وتوطيدها مع دول الجوار، لأن حزب بكك الإرهابي والمصنف عالميا على قوائم الإرهاب يتخذ من مناطق في شمال العراق وفي شرق أيضا العراق أماكن لتدريب عناصره ومهاجمة تركيا ودول الجوار. ايضا فيما يتعلق بملف المخدرات، العراق يعني بعد ما كان من الدول التي نسبه المتاجره وتعاطي المخدرات فيها صفر، العراق اليوم بات يحتل يعني مراكز متقدمه في صناعه وفي تصدير وفي تمرير الشحنات الكبيره للمخدرات لدول الجوار، وهي يعني شحنات قادمه من سوريا وكذلك من ايران. القصد منها هو تدمير مجتمعات دول الجوار مثل الدول الخليجية والسعودية والأردن. لذلك يعني ملفات كثيرة يعني تزرع الشك في مصداقية العراق في أن يكون دولة محترمة تمتلك علاقات سياسية متوازنة مع الدول القريبة والبعيدة. نعم أستاذ عبد القادر، يعني تحقيق التوازن في العلاقات الخارجية، تحدث السوداني أمام المجتمع الدولي أن حكومته حققت ذلك، هل ترى حكومته فعلا حققت ذلك أم أنها تحققت من قبل العامل الإقليمي الإيراني؟
أنا أؤكد لك أن حكومة السودان نجحت في تحقيق التوازن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي هي استطاعت أن تلعب دور الخادم للطرفين مع تغليب المصلحة الإيرانية بشكل كبير تماما، ونجحت إلى حد بعيد أن يكون العراق منفتحا على عمقه العربي ودول جواره العربي وعلى تركيا. أغلقت الأبواب جميعا سوى أنها تمارس الخداع والتدليس وعمليات التقية في التعاون مع الدول الخليجية والدول العربية الأخرى وكذلك مع تركيا، فقط من إطار ذر الرماد في العيون وعمليات حتى يقال أن العراق منفتحا ويستفيد منهم في عملية التسويق لحكومته خارجيا أو لحكومة الإطار التنسيقي بمحتوى أو بمختلف مسمياتها السابقة. وبالفعل يعني هناك يعني إخفاق أيضا عربي عندما يتم مدح حكومات الإطار التنسيقي سواء قبل السوداني أو حكومة السوداني سواء بالكاظمي أو الآن، يظنون أنهم يستطيعون مزاحمة إيران على أرض الواقع، وبالتالي هذا الأخطاء حقيقة يعني دائما ما تدفعنا وتدفع الشعب العراقي إلى مزيد من تعقيدات الأمور. في هذه النقطة يعني تذكرت عبارتك في بداية الحلقة عندما قلت أنه يعني عانى من عزلة دولية، والآن يريد المجتمع الدولي إخراج حكومة السوداني من هذه العزلة الدولية ضمن الإطار التنسيقي. ترى عزلة دولية حددت المدة أنها سنة، يعني حكومة السوداني قبل سنة تختلف عن حكومة السوداني الآن؟ لا تختلف، لكن لأن هذه الحكومة الذي أصاب السوداني فيها عزة دولية هي حكومة ميليشيات مسلحة، فالمجتمع الدولي هو داعم لهذه الميليشيات وداعم لهذه الحكومة، وقد رأيتم الزيارات المكوكية الغير اعتيادية للسفيرة الأمريكية، أصبحت كأنما هي ولي نعمتهم، وكيف كانوا بالأمس القريب يتهمون السفارة الأمريكية بأنها وكر الشيطان الأكبر وأنها سفارة الاحتلال، لكنه بعدما أن جرى عملية تسليم الحكومة للإطار التنسيقي والميليشيات المسلحة أصبح الهدوء والتناغم، بل أنهم يبتسمون ابتسامات كبيرة باستقبالهم للسفيرة الأمريكية، حتى أنها على جدول أعمالها كثير من دعوات الغداء والعشاء من هؤلاء السياسيين. هذا حقيقة يؤكد على أن الأمريكان أو المجتمع الدولي يعني خجل من الفترة بأن يعلن صراحة أنه يدعم الميليشيات المسلحة بالحكومة، لذلك هم أرادوا شروطا معينة لمصالحهم، أرادوا ضغطا ليس لأجل الشعب العراقي إنما لأجل مصالحهم الاستراتيجية، بعد أن ذهب المحور الإيراني بالكامل في تشكيل الحكومة، وبالتالي لا يريدون علانية أن يكشف للعالم أن إيران هي المهيمنة على حساب الولايات المتحدة داخل العراق، يريدون هناك عملية توازن وتفاهم. الإيرانيون في الفترة الأخيرة استحوذوا على القرار السياسي والاقتصادي بدليل الدولار إلى هذه اللحظة، يعني يوميا يذهب ما أكثر من ما 90 مليون أو 200 مليون دولار يذهبون إلى إيران، لذلك حقيقة الأمريكان محرجين في كثير من الملفات، لأن الإيرانيين حقيقة تجاوزوا عليهم جميع الخطوط الحمراء وغير الحمراء، الآن يريدون الضغط بأجل إعادة الدور المحوري للأمريكان بعد أن جاء حلف الناتو ليساعد الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق، وكشف بالدليل القاطع كيفية ذهاب هذه الحكومة التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران بطريقة كبيرة تماما. فالضغط الموجود والعزلة الموجودة على الإطار التنسيقي أو على حكومة السوداني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي لتعديل عملية كفتي الميزان في عملية إيران والولايات المتحدة، وإلا ليس العزلة المقصود بها لصالح الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي متضرر بكل الأحوال، لأن هؤلاء بالأصل هم من يعملون على تدمير العراق في جميع مستوياته. فعلا الشعب العراقي يعني معزول منذ 20 عاما، والمتصدر في العراق هم زمرة من الحرامية مثل ما يصفهم الشعب العراقي. أخيرا أستاذ أحمد، ما الذي سيستفيده المواطن العراقي من خطابات
أمام المجتمع الدولي في نيويورك، يعني مثل ما يقول المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحينا. يعني للأسف يعني أنا أضم صوتي بصوت الشيخ أنه يعني المجتمع الدولي وعلى رأسها يعني وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضاء بالعملية السياسية في العراق في الوقت الحالي، وباعتبارها الدولة التي احتلت العراق وسلمت الحكم بهذه الطغمة الفاسدة، يعني هم راضون بما يجري في العراق اليوم. هنالك دعم متواصل. السفيرة الأمريكية اليوم تعيش أجمل أيام حياتها، يعني فهي تحضر كل مناسبات السياسيين، ولو كان الأمر بيدها لحضرت حتى حفلات أعياد الميلاد والأعراف. المنطقة الخضراء اليوم يعني آمنة، وحتى أنهم بدأوا بإنشاء فندق دولي كبير وكذلك منشآت أخرى بجانب السفارة الأمريكية. موقف البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير وحتى موقف الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية داعم للحكومة الحالية فيما يخص موضوع الدولار. يعني هنالك تصريح واضح من السفيرة الأمريكية قالت بأن عقوبات البنك الفيدرالي الأمريكي على العراق ليس المفهوم منها من أنها عقوبات اقتصادية، ولكن من أجل إرشاد الحكومة العراقية حول كيفية السيطرة على عمليات تهريب الدولار، وهي بذلك يعني تكذب أيضا على العراقيين بأنها هي أول الناس تعلم وحكومتها تعلم من أن كيف تتم عمليات تهريب الدولار وكيف تتم عمليات سرقة خيرات العراق وتهريبها إلى الخارج. هنالك كما قلت دعم للأسف دعم سياسي ودعم عسكري متواصل. الطائرات الأمريكية لا تنفك بعمليات قصف ما يقولون أنها خلايا لداعش في مناطق حمرين وفي مناطق شمال صلاح الدين وكذلك غرب العراق، وما زالت هذه الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كل أشكال الدعم للحكومة الحالية من أجل إنجاحها واستمرارها، متجاوزين كل معاناة والمأساة التي يعيش بها الشعب العراقي اليوم. نعم أستاذ أحمد، شكرا لك. أستاذ عبد القادر في دقيقتين لو سمحت، تحدث السوداني عن العدالة الاجتماعية، هل هو جهل بمفهوم العدالة الاجتماعية؟ كيف ساعد حكومته وحققت العدالة الاجتماعية في العراق والنازحون لم يعودوا إلى ديارهم، جرف الصخر لم يسمح لأهليها بالعودة إلى مناطقهم، الموصل لم تعمر، تغييب قسري، معتقلات، مخبر سري، أين العدالة الاجتماعية في الموضوع؟ هذه الحكومة هي استكمال لحكومات سابقة بنفس الطريقة، انتهكت حقوق الإنسان ولم تحقق أي عدالة اجتماعية. وأقول لك الملفات التي ذكرتها ويزيد ملفا مهما أنها أفسدت العلاقات الاجتماعية بين أبناء الشعب العراقي، وهي تسعى إذا ما استمرت بهذا الإطار إلى تدمير النسيج الاجتماعي العراقي. لذلك عندما نقول وقلناها ونكررها الآن أن أخطر ملفات تدمير النسيج الاجتماعي هي بقاء هذه الزمرة الحاكمة، بدليل أنهم سمحوا ويدعون أنهم أحزاب مرتبطة بمرجعيات دينية، سمحوا لأفسد مؤسسات المجتمع المدني العالمية بالدخول إلى العراق. هذه مؤسسات الـ UNDP وغيرها ومؤسسات تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة، هذه تحاول إفساد المرأة العراقية وتحاول إفساد الأسرة العراقية وتحاول تفكيكها. ومن منجزات الحكومة السوداني بالقضية الاجتماعية أن الزيجات أو الزواج شهرياً 1000 حالة زواج ويقابل 800 حالة طلاق. إذن الإنتاج ماذا؟ لأن المخرجات هي الأساس. عندما يسمح بدخول ثقافات هجينة لا علاقة لها بثقافة المجتمع العراقي تكون هذه النتائج، نتائج 800 حالة طلاق يومياً نعيشها وشهرياً نعيش بالآلاف، 5000 حالة زواج، 3000 حالة طلاق.
هذا هو التدمير وهذه الإنجازات الاجتماعية التي يتكلم عنها السوداني، لذلك هم خطرين جدا. ولسان حال المواطن العراقي، هل ترتجي أو ترجو من نظام المحاصصة الطائفي خيرا؟ شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. ونشكركم شكرا جزيلا أيضا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معي عبر الهاتف. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.